صباح نور مرة أخرى ونستسأل شنو جديد في طقس اليوم مقارنة باعتدال واستقرار أغلب عناصر الطقس اللي يميز ال 24 ساعة الفارطة. نعرفوا لانطلاقة النهار تواصلت فيها الأجواء بمواصفات ربيعية خالصة واللي نتوقعوا خلال الساعات القادمة هو مجموعة من التغييرات. أبرز عناصر الجوية هو شدة الرياح، هذاك علاش باش يكون فما تنبيهات بالنسبة للملاحة والصيد البحري في سواحلنا الشمالية في خليج حمامات في جهة الساحل، باعتبار أنه سرعة الرياح توصل مستوى 60 كيلومتر في الساعة، البحر يكون مضطرب بلا شديدة الاضطراب تقريبا في سواحل بنزر، تقليم توصل كوبرا، جيت الوطن القبلي، سوسة، المنستير، المهدية، كيف كيف تبرقة، نفزة من ولاية بيزا، وأقليل الاضطراب مضطرب ببقية المجالات البحرية. مؤشرات الأمطار وين باش تنزل الأمطار؟ هي مؤشرات عموما ضعيفة ومحلية، أمطار قد تنزل في مناطق أقصى الشمال الغربي، هنا نحكيو على تبرقة، على النفزة من ولاية بيزا، سجنان من ولاية بنزرت، في بقية الجهات عموما باش نكونوا معنيين بأجواء مشمسة تدخل لها مجموعة من السحب العابرة. و كل عادة باش نقدمكم قراءة سريعة لدرجات حرارة قصوى المتوقعة ظهر هذا اليوم، واللي هي الأمانة مش تبعد برشا على يميز 24 ساعة الفارتة. اليوم نتوقعوا تزيل 19 درجة ظهرا في إقليم تونس الكبرى، في زغوان 18، في جهة الوطن القبلي، في أقصى شمال في بنزرت، في ربوع شمال غربي على أرقام باش تكون في جندوبة 20، 19 في باجة، 18 في الكاف، وأيضا في سليانة في مناطق الوسط ممكن اليوم نسجلوا 18 في القاسرين، سيدي بوزيد 21 درجة، على أرقام باش تكون في القيروان 22، ممكن اليوم نسجلوا 18 في سوسة بالنسبة لجهة الساحل، 19 في المنستير، 17 درجة في المهدية، في نفس المستوى في مناطق الجنوب الشرقي في صفاقس في قابس 18، 19 درجة في مدنين في تطاوين، وباش تكون أدفأ نسبيا في مناطق الجنوب الغربي وين نتوقع تسجيل 21 درجة في قابس، 22 في توزر، 21 في قبلي، وممكن الدفء اللي باش تكونوا معني به في فترة ما بعد الظهر ما غلطناش باعتبار أنه درجات حرارة تعتبر نسبيا منخفضة، منخفضة جدا، مساء نحكيو على أرقام تقريبا قد تتراوح بين 4 إلى 8 درجات في مرتفعات القاسرين، باجا، زندوبه، سليانه والكاف، وتكون من 8 ل 12 في بقيه الجهات. وشده الرياح اللي هي تقريبا ابرز عناصر الجويه اليوم تبقى نسبيا متواصله خلال اليوم الغد ان شاء الله، انما ممكن الجانب هذا مش باش يطول برشا، نحكيو على عوده استقرار واعتدال اغلب عناصر الطقس على المدى المتوسط بدايه من يوم الخميس القادم. للاسف شديد غياب مؤشرات الامطار مازال نسبيا متواصل حتى فيما يخص قراءتنا لتطور الوضع الجوي خلال الفترات القادمه. ديما نقولوا احنا التوقعات الجويه على المدى البعيد فيها هامش خطا يعتبر نسبيا هام، ان شاء الله الطحينات القادمه والتحديثات الجايه تحمل في طياتها بشار الغيث النافع. من هنا ممكن الوقت هذاك نقولوا ربي يرحمنا بالغيث النافع وربي اكيد ينعم علينا بنعمه الامطار اللي احنا في حاجه لها. شكرا لك محرز، يعطيك الصحه على المعطيات الجويه هذه برا وبحرا.